وطي صوتك لحد يسمعك. ابو فارس مضروب خنجر ومرمي بالارض ودمه حميمه. قولي على عم تخبري. تعال بس تيابي شوف شو القصه. اوعي تحكي لرسلان ولنوارها. اوعي. تفضل ابو الورد. يا رب ربي يسلم الديات. جاي الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله يا رب نعمل على وجهك. طمنا ابو الورد. الحمد لله الله بيحبه. ان شاء الله جرحه مغمي. ما تاكلوا هم ما تاكلوا هم. ابو البشر ما عرفت مين ضربه؟ والله يا زعيم لقيته ملحوش بهالارض. علم عليه الكلب. منيح فطس خلصت منه. الله لا يرحمك. شو يعني؟ اوه هاتي حما جاهزه خنت. اوه هاتي حما. يا ولد يا حلامو بدي اجيب لك اياه مشاشية تنزلها لسخونة شوي. انتي وين بيروح عبد الحميد؟ عطشت والله. بدي انزل تشرب مي. امان ربي امان. ليش خادم؟ ما جاب مي لغرفة؟ هي خدامي صارت ختيارة. يا دوب عم تقدر تخدم حالها. نحن ما بيصير نقلع هذا خادم. هذا خادم صار له زمان يشتغل عند عائلات نحن. ايه معناتها جيبي لي وحدة تانية تساعدها تكون اصغر منها. شو يعني صغيرة عبد الحميد؟ لك يعني تكون صغيرة شوي تكون عندها حيل تروح وتجيب وتخدمنا وتساعدنا. هي هي القصة يا روحي. فهمت فهمت. تصبح على خير يا قلبي. تصبح على خير. Thank you.
ليش نمت عند دلال؟ يا ماما ما قدرت تصب خلقتها لنوارة، ما بطيئة، ما بطيئة. شو اللي ما قدرت له يا ماما؟ طلع فيني. هذا الحكي عيب عرجال. أنا مثلك مالي قدرانة تصب خلقتها، بس انحسبت عليك جوازي وصارت حرمتك قدام الناس ومرتك بشرق الله، ولازم تشوفك رجال وسيد رجال كمان. عمل مثل ما عم قلك يا مو، أبوك عمل يلي براسه ونحنا كمان نعمل يلي براسنا، وبعدين خلي ظلمتك يتخفى منيح، ما بدنا شوشرة بين الناس. أنا زلمة؟ الزلمة اللي عمل اللي عملته مع أبو فارس يا مو. اللي عامل العملة يا باشا مو معقول يكون عم يعلم على أبو فارس. اللي عامل العملة مثل ما عم يتفضل الزعيم ناوي القتل، والله من عالي سماحه ما. أستغفر الله العظيم على الحكي. لك شو بده فيه؟ وليش ليقتله؟ أذى يا باشا أذى. طب شو رح تعملوا هلا؟ رح تبلغوا الكركون مشان يفتح تحقيق؟ وشو بده يساوي الكركون يا باشا؟ شو بده يساوي؟ ما بيصير مشان يفتح تحقيق مع المشتبه فيه. يا باشا نحن ما بدنا ندعي على حدا، لأنه منخاف نجرجر الناس على الكركون ويطلعوا مظلومين، وهذا اليوزباشي تحقيقه ما بيصير إلا مع الفلقة. شو فلقة وليه؟ ما بيصير ما بيصير يا جماعة، بركي اللي عمل التقط بالصدفة هيك بتكونوا أخليتوا عن حالكم المسؤولية. ايه معك حق، رح نخبر الكراكون، بس نحنا ما بدنا نقدم شكوى ضد حدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلين أبو البشر. مرني يا زعيم. أبو البشر، مبارح لما كنا عم نكتب الكتاب أنت تركت محرس الحارة شي؟ ايه تركته زعيم شوي صغيرة، وقت اجيت وقعدت معكم بالمضافة مشان مبارك للمعلم رسلان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عود يا بي. شو اللي سمعته يا بي؟ والله هذا اللي صار. ليكون اسماعيل هو اللي عامل هالعملة. شو؟ اسماعيل؟ أعوذ بالله، شو له مصلحة؟ ليش لا يرجع على الحارة وبيعرف إنه دمه مهدور؟ شلون يا بي ما له مصلحة؟ كل الحارة بتعرف إنه اسماعيل كان رهيدة لبنت عمه، ولما دري إنه صارت حرمتي تزاول مني وراح أتفشش بأبوها يمكن، لكن لأنه ما بيطلع له معي. والله مو بعيدة، كل شيء وارد، مو هيك يا باشا؟ والله واردة، ليش لا؟ يا جماعة طولوا بالكم وصلوا على النبي، ما بدنا نتهم حدا لأنه لهلأ ما في شيء واضح، والعمل العملي لساته مخبى بالحارة ما طلع. شو بنا؟ وشو عرفك أنه ما طلع من الحارة لهلأ؟ لأنه ما حلو إسماعيل يعرف أنك أنت تجوزت بنت عمه. بعدين مين وصلوا الخبر؟ مين؟ إذا هيك كلامك طابق. ايوه روح يا ابو البشر روح، الله يعطيك العافيه، روح الله معك. السلام عليكم يا زعيم. السلام. سلامتك يا ابن عمي. يا ريت الوجع كان لي ولا لك. كانه مكتوب مكتوب لنا فرحه. اللهم لا اعتراض. بعد لي حمه. سلامتك من الأخ، سلامتك من الأخ دوبر. يا ربي دخيلك حاسة بخنقة، والله إيدي مربطة وماني عارفانة شو أعمل. أنا بعرف إنه العروس بيجي معها العريس وبيشلها الطرحة، ويمكن بيتضحك وبتطلع بعيونها. والله أمي هيك قالت لي. أنت متأكد إنه ما مات؟ لأني أنا شفته مات وتصفى دمه. يخرب بيتك من حالك. خلاص سامحني معلم، سامحني، بوس إيدك سامحني. إيمنا هلأ من مسامحتك. إيمنا من مسامحتك، شو بدنا نقول للعالم؟ لك شو بدك تساوي بوشك قدام العالم؟ خلاص مثل ما انك شايف بحط السلوك وما حدا بينتبه. اسمع لك ولا ما بتطلع من البو هيكي ابنه بابنه بسمعان، لانه السيره لساتها تازه والناس عم تدقق.
وإذا سألك الزعيم بتقول له رحت كم يوم لعند أهلك على جوبر، مفهوم؟ وجب معلم وجب. طلع من قدامي، طلع! كنو انتو اتنين؟ مريم محمود يا مولا تقومي توقع ستك عم تقلك الكون صباح الخير مرت عمي شو؟ مبكرة كتير قدان الظهر ولساتك بأوضتك صباح الخير خالك صباح الخير خالك صباح الخيرات مبروك نوارة هلا انت بدك تسكني معنا هون مو مريم محمود تعالوا لهون روحوا العبوا هنيك يلا مرت عمي خير شو هالاصوات اللي طلعت امبارح بالليل ما في شيء خير ان شاء الله تفضلي مرت عمي مرت عمي انا كثير جوعانه الاسلام ما بده شيء طول ليرجع طيب بتحبوا ساعدكم بشيء نظف شيء لا ما في شيء كله صار جاهز طيب نواره مريني مرت عمي شو عم تقولي انك جوعاني؟ ايه والله كتير هلا بعمل لك اكل بجيب لك اياه خلي لي اياك يا رب يسلم ايديك قلبك شر يا ابو الفوارس مع قلبك شر الله يسلمك يا ابو الولد وعبال ما يشفى ابنك جاه النبي الله يسمع منك وكل الله ابو الورد وكل الله شغلته صغيره باذن الله وشو بيحتاج رقبتي سداده يديم عزك يا زعيم والله يا قلبي محروق عليه اول مره بيبعد عني حطيناه بالخستخاني قالوا هنيك ممكن يشفى يلا يلا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا يا شباب أهلا معروف أهلا الحمد لله على السلامة فارس أهلا شهرين يا معروف أهلا وسهلا حبيبنا أبو الفارس شلونه الحمد لله أهلا يا طيب والله يا عمي مدعوم الزعيم يا له إيه يا أبو الفارس هات لشوف احكي لنا شو اللي صار والله يا عقيد كنت ماشي بهالحارة لا حولي ولا حولي وحسيت إنه واحد بده يغضني من ورائي انتبهت له قام سحب خنجره وشكني هون بخاصرتي هبشت وخرمشت وعلمت عليه وبتعرف بقية الحكاية ما عاش الحريمي لو رجال ما بيجي قدر بس وحياة شواربك لو صفي بعمريه إلا ما أخذ لك بتارة أنت ما شفت وشو؟ لا كان ملتهم وكانت الدنيا عتمة بس لما هجم علي ليشكني بالخنجر أنا خرمشت وشو علمت عليه إلا ما لطو أمول يعني معقول يكون إسماعيل ابن أخوه اسماعيل ليش يجي على الحارة؟ لا ما رجع على الحارة بس عم نقول يمكن يكون رجع مشان ينتقم منك لأنه كان بده كريمتكم ما بعرف والله يمكن ما بعرف مو مشكلة مين ما كان يكون إلا ما يلقط